الرياضي الكريم، وايضا تحت انظار اللاعبين الشباب الذين يقدمون التحيه، تحيه كبار للجوهره بولي. بالنسبه لتشكيلات الفريقين، سلوفينيا نبدا مع دانوفيتش، بريكو، سيزار، ايليتش، برانكو، جوكيتش، بويان، جوسيب، كيفن كامبل، كريم اندرياس، كارين ريني، كوتريتش، وبيزياك رومان. بينما المنتخب الوطني، زيماموش، محمد الامين، بوغرا مجيد، كادامورو، مندي عيسى، غلام فوزي، مصطفى سبع، مهدي، جابو عبد المؤمن، سمير طايدر، سوداني العربي هلال، بن طالب نبيل، وسليماني اسلام. المدرب او حكم المباراه هو السيد اليوم سيدري بمساعده ايماريس كواندري وموسى يانوسا المساعد الثاني. طبعا اليوم كواندري سيكون حاضرا وانطلاق المباراه في هذه الاثناء. بالنسبه للمنتخب الوطني، الحارس الاساسي لفريق الانتر، وايضا بريشكو، بينما ركنيه تنفذ لدانوفيتش، يخرج لك الكره تبقى لعناصر المنتخب الوطني عن طريق عبد المؤمن جابو. عبد المؤمن جابو مراوغه اولى، ثانيه ناجحه، سداد ودانوفيتش. دانوفيتش بقوه، ما فيش خطا يقول الحكم، الكره لمنتخب سلوفينيا. عذاري من هذه الكره، زيماموس للمكان المناسب بعد ما كانت الكره لكورتيتش. وقبل مباراتين وديتين مقررتين تدخل من رومانيا وارمينيا، وارمينيا غلام وقف كرته بطريقه جيده، والتمريره ايضا ذكيه. سوداني بدء من السرعه، سوداني الى جابو، سوداني ذكيه ذكيه ذي الكره، ومقاطعه هدف الاول. ضاعت هذه الكره وجها لوجه اسلام سليماني، ضاعت عليه هذه الكره او انقذها الحارس دانوفيتش. هنا سليماني كان قادر يدخل بالكره، يدخل بالكره في وسط المرمى، هو فضل خرج الكره من الجهه اليمنى وصعبت له قدام الحارس، وين الحارس خلق له الزاويه. هنا نشوفه كان قادر يدخل بالكره ويزيد يتقدم بالكره. وهنا نقدر ايضا لربما الاقرب الى تنفيذها قد يكون جابو او طايدر، حتى طايدر لما يلعب مع فريقه انتر دي ميلان يعهد او تترك له الكرات الثابته. القدم اليمنى ام اليسرى؟ اليمنى لسفير طايدر واليسرى لعبد المؤمن جابو، لكن او جانبيه هذه الكره لتبقى محاوله ثانيه فيها ما فيها من الخطوره من جانب سفير طايدر. اللاعبين اللي يطلبوا الكرات لازم يطلبوا الكرات في القائم الاول وفي القائم الثاني. هنا نشوفوا بلي طايدر راح يضرب كره داخليه. و اندانوفيتش امام تحدي اخر، تنفذ هذه الكره لكن الدفاع في المكان المناسب تقريبا بنفس الطريقه. عبد المؤمن جابو من هناك على الجهه اليسرى، مراوغ جيد عبد المؤمن جابو لكنه محاصر. العوده الى بطاقه صفراء في هذه المباراه من جانب المنتخب الوطني. تمريره، السوداني في التغطيه، ثم الحارس زيماموش حسن حظه انه المهاجم ما قطعش مسار الكره، لانه زيماموش كان ينتظر الكره تقريبا في القائم الثاني. جابو يتمكن من هذه الكره مباشره الى التماس. مباراه تكتيكيه اكثر منها، هنا مطلوب بالرقابه، خاصه الرقابه الفرديه على المهاجمين. شوف كما اللاعب طلب الكره، كان قادر يقطع الكره ما يتمكنش من هذه الكره، تبقى لمنتخب سلوفينيا. حذاري من هذه التمريره، ما فيش وضعيه تسلل، دائما على الجهه اليمنى. حذاري من هذه الكره، وعوده موفقه من جانب مجيد بوغرا. هنا نقدر نقول اللاعب كامبل كيفن بن طالب، ضاعت على بن طالب هذه الكره. جابو يوصل على الكرة، جابو يمرر، سوداني يضيع. ممتازة جدا هذه التمريرة، وحتى طلب الكرة كان في الوقت المناسب، لكن سليماني شوف أنا نظن سليماني تسرع، سوداني تسرع، كان قادر يعطل السرعة ديالو وكان قادر يلعبها براسه، كان قادر السرعة تاع سليماني. أنا نظن على حسب رأيي سوداني تسرع قدام المرمى. لكن الجميل في هذه الكرة طلب الكرة، وصول الكرة في الوقت المناسب من جانب عبد المؤمن جابوا تمريرة بسيطة ذكية ودقيقة جدا. كرة للمنتخب الوطني، سوداني إلى سليماني، سليماني تمكن من هذه الكرة، يوزع وتدخل الدفاع، يوزع وتدخل الدفاع من جانب كراين
سلوفينيا رقم 4 أو القائد رقم 5 يتدخل في الوقت المناسب. سيزار بكتلة واحدة لاسترجاع الكرة. وهذه كرة ثمينة من جانب عناصر المنتخب الوطني عن طريق مقرا يوسع بعيدة بعيدة لكن عبد المؤمن جابو يوصل على الكرة يقدر يراوغ عبد المؤمن جابو. بن طالب يبحث عن المراوغة ينجح في المراوغة مش متابعة لكن للأسف المتابعة لم تكن خاصة من سفير طايدر. سفير طايدر ولاعب سليماني ما كانوش ينتظروا في الكرة. شوف هنا المراوغة تمريرة وتسديدة في نفس الوقت. هنا تشوف اللاعب كما نقولوا عنده ثقة كبيرة عنده ثقة كبيرة في لما في المنطقة الخصم يدير الباساج لاشوم وينجح الكرة ينجح الكرة المهاجمين اللي ما كانوش يتم. ميزو بريشكو 29 سنة مشاركة رقم 58 لهذا اللاعب لاعب افسي كولون الالماني. ما وجدش حل اخر غير المسك من القميص على اللاعب عبد المؤمن جابو اللي نقدر نقول قام بما يجب القيام به في هذه اللحظة. الكرة الكابيتال قبل هذه انا نظن لاعب طايدر ما مدش كرة قوية للامام كان قادر يمدها نطلبوا نتمناه ان شاء الله. تمريرة ذكية والهدف الأول من سوداني. تمريرة رائعة جدا من سفير طايدر إلى السوداني العربي إلى السوداني يصعد فوق الجميع ويترك الحارس اندانوفيتش واقف متفرج متتبع للكرة فقط بعينيه. وهدف أول للمنتخب الوطني في هذه اللحظات الأخيرة من الوقت البديل. إذن هدف أول للمنتخب الوطني نقدر نقول هدف مستحق بالنظر إلى الفرص التي لم تكن كثيرة لكن أضاعت من عناصر المنتخب الوطني. شوف مباراة كما هذه مفاتيح الفوز هي الكرة الثابتة. هذه الكرة هذه ضربها بقوة وخاصة الداخلية الأمام. أنا نقول لو بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني يطلب الكرة والكرة داخلية. شوف الكرة كيف دخلت لو بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني. هنا كنا تكلمنا عن التركيز قبل الكرة. التركيز مطلوب من الكرات الثابته خاصه اللاعب اللي ينفذ الكره. هلال السوداني يمضي هدفه رقم 10 مع المنتخب الوطني في هذه المشاركه رقم 20 مع المنتخب الوطني لاعب دينامو زغرب و26 سنه وعمر هذا اللاعب الذي شارك لاول مره مع المنتخب الوطني في جوان 2011. ماجد بوكرا أرضية سليماني ثم ماجد بوكرا رأسية وتسديدة لك ضعيفة. تبقى الكرة لعناصر المنتخب الوطني. نبيل بن طالب يسار ممتازة من نبيل بن طالب مراوغة بالقدم اليسار ثم تسديدة كرة جميلة من عناصر المنتخب الوطني. شوفوا اللاعب بن طالب شوف الذكاء وخاصة الثقة في النفس لما اللاعب يلعب بالرجل اليمنى والرجل اليسرى. اللاعب اللي عنده خبرة وعنده تجربة في الميدان. ونبيل بن طالب بإمكانه تقديم الإضافة خريج مدرسة نصر حسين داي. ياخذ مكانه هو الآخر. قائد الفريق. لاعب أكاديميكا كويبرا البرتغالي 27 سنة. مباراة 27 بالنسبة لرفيق حنيش. هو الآخر من أقدم اللاعبين في سمو المنتخب الوطني. رفيق حنيش أول مشاركة له كانت في ماي 2008 ضد منتخب السنغال. حتى رفيق حنيش خبرة كبيرة بهذا اللعب للتمريرات. بيرسع هذا من خطورة هذا اللاعب يتوغل لكن تمريرته خاطئة. التغيير من جانب فريق سلوفينيا مع دخول اللاعب رقم 22 مارتلز أليس ويخرج اللاعب رقم 4 وخروج اللاعب رقم 4 كراين روني. هذا تغيير اخر والرابع بالنسبه لمنتخب سلوفينيا. تدريجيا راهو يدخل في اللاعبين الاساسيين يحاول انه يستفيد ربما من تراجع بين قوسين البدني اللي ممكن يكون في هذه المرحله. موسى يانوسا
عندهاش مساحات كبيرة في وسط الميدان حسب المنتخب الوطني راه يلعب بكتلة ما خلاش مساحات. نشوفوا باللي المنتخب السلوفيني راهو يغير اللعب من الكرة القصيرة للكرة الطويلة. علاه؟ لأن المساحات ما كانش في وسط الميدان غير موجودة باش يلعب الكرة القصيرة. مهدي مصطفى سبع لاعب أجاكسيو 30 سنة مباراته رقم 22 يغادر ويترك مكانه لمدحي الحسن لاعب خطافي 30 سنة مباراة رقم 28 بالنسبة لمدحي الحسن. أول مباراة لمدحي الحسن كانت ضد صربيا بملعب 5 جويلية وانهزم فيها المنتخب الوطني 3-0. هذه أول مباراة لمدحي الحسن يضيع من وادي الكرة لكن تبقى لعناصر المنتخب الوطني. سليماني يعود لمدحي الحسن يعود إلى الوراء كرة لعناصر المنتخب الوطني جابوا المراوغه تمريره ذكيه ذكيه والهدف الثاني من سفير طايدر لكن عبد المؤمن جابو يقدم كره في المستوى في هذه اللقطه. هدف ثاني مستحق للمنتخب الوطني ومفاجئ لعناصر منتخب سلوفينيا. نشوفوا اللاعب جابو كيفاش حكم في الكره ما مدش الكره نقول ما سرعش فعلا خدا وقته ومد كره نقول انا ثابته لمن الكره طايدر اللي كان خارج المنطقه. شوف انا خارج المنطقه مرر الوقت اللي خدا اللاعب جابو نقول خدا وقت كبير رفد راسه شاف اللاعب طايدر خارج الكره اللي بدها له نقول خارج المنطقه وين اللاعب طايدر كانت عنده مساحه كبيره رفد راسه وحط الكره في الزاويه الثانيه وين الحارس ما يقدر حتى شيء ما باش يجيب الكره. حارس الانتر يهزم مرتين في هذه المباراه مع هذا الهدف الثاني من طايدر مع المنتخب الوطني واكد ايضا انه يتطور باستمرار. عبد المؤمن جابو يغادر وفرحاتين دين ياخذ تحيه اعتراف واعجاب من المدرب لعبد المؤمن جابو او الى اماميه اتجاه سليماني ثم السوداني بهذه المراوغه فيه خطا فعلا فيه خطا على السوداني كره ثابته